السلام عليكم خوتي، صباح عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم جميعا في قناتي، قناه الصبر من دحميش. مرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش اول مره تدخلوا قناتي، يبركوا على الصابوني باللون الاحمر والضغط على زر الجرس جديد، ودائما نشكركم على جميع التعاليق ديالكم الجميله. اليوم عندي لكم فيديو طريقه تحضير حلوه بافار فرنسيه تتجي رائعه بمقادير بسيطه. تبعوا معي الطريقه وفرجوا متاع الجميع قبل ما نبداو تحضير هذه الحلوه هذه. بالنسبه للقنوات اللي باغي المساعده، اليوم عندي لكم واحد جوج قنوات، القناه الاولى عزيزه البدويه، القناه الثانيه ببساطه مع رقيه. بغيتكم كلكم تدخلوا عند جوج قنوات هذو واشتركوا في قناتهم واكتبوا التعليق باسم قناتي وديروا جيم، ولكن على الاقل خاصكم تقراوا الفيديو 3 دقائق او 4 دقائق باش الاشتراك ديالكم والتعليق ديالكم والتغاز. خاصكم تعرفوا ان الا ما قريتوش الفيديو 3 دقائق او 4 دقائق راه الاشتراك ديالكم والتعليق ديالكم تيتلغى، لان بزاف ديال القنوات تيتشكم الاشتراكات تيتلغاو، راه هذا هو السبب لانكم ما تتفاعلوش بصدق، يعني ما تتخليوش الفيديو يخدم واحد 3 دقائق بس بالروابط ديالهم. راني غنحطهم في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت غنكتبهم فوق التعليق. يلا نحضروا هذه الحلوه هذه وفرجوا ممتعه للجميع. السلام عليكم خوتي، نفس الطريقه كيفاش نحضروا الحلوه ديال البابا الفرنسيه. انا اليوم غنعطيكم واحد المقادير يعني متناول الجميع. عندي هنا بيضه واحده، طريقه سهله. عندي هنا جوج معالق كبار ديال السكر حبوب، يعني سنيده ملعقه كبيره ما كاملاش ديال الخميره معجونه او خميره ديال الحبوب، وشويه ديال الملح نصف ملعقه. ثم عندي هنا الزبده ديال العبار يعني ديال الماكله، ملعقه كبيره تكون عامره كما تشوفوا. عندي هنا ربع كاس ديال العنبه ديال الزيت، الا ما بغيناش نستعمل الزيت ماشي ضروري. تنخلطوا المقادير ديالنا مزيان حتى تنسجموا هاد المقادير هادو، يعني الزبده والخميره والبيض. هاد الحلوه هادي راه تجي رائعه جدا. عندي هنا 200 غرام ديال الدقيق ديال الفرش كما تشوفوا، جوج كيسان علبه يكونوا عامرين. من بعد نخلطوا الخليط ديالنا مزيان، هذا الخليط هذا غنخلطوا بالحليب، ولكن الحليب تدريجيا. الا ما بغيناش الا ما عندناش الحليب، يعني ما عندناش الحليب يمكننا نستعملوا الماء، ولكن هذا غنحضروا بالحليب. العجينه خاصها تكون جاريه يعني تكون مطلقه، لان غنشكلها بلا بوش يعني غنشكلها بزيت حلواني كما تشوفوا. نخويو الحليب تدريجيا ونبقاو نحركوا. انا غنقول لكم تقريبا شحال ديال الحليب غيكفينا في هذه العجينه هذه. كما قلنا العجينه تكون مطلقه، انا خويت تقريبا نص كاس عنبه. كما قلنا العجينه تكون جاريه يعني تكون مطلقه. نخلطوا المقادير مزيان، مازال نضيفوا شويه ديال الحليب الاول، نخلطوا غير بشويه حتى تتخلط الحليب مع العجينه مع الخليط، ونبقاو مستمرين. وانتم تشوفوا السفل ديال العجينه نضيف واحد شويه ديال الحليب، يعني كاس عنبه اللي شاف منه ربع كاس تقريبا ديال الحليب شاط ليا. اذا هاد العجينه هادي غنعملو ليها كاس الا ربع ديال الحليب. كما قلنا في حاله ما عندناش الحليب ما بغيناش نستعملو الحليب، نستعملو غير الماء. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. كما قلنا نخلطو مزيان حتى تنسجمو المقادير مزيان. الخليط ديالي ها هو موجود كما تشوفوا. كما قلنا العجينه تكون سائله يعني تكون جاريه يعني تكون مطلوقه. بالنسبه للمول اللي غنستعمل، انا غنستعمل هذا المول هذا، اي مول عندكم في الدار استعملوه، ولكن دهنوه بزبده ديال التوراق دائما للمول ديالكم اللي غتستعملوه. الا ما بغيتوش يتلصقوا لكم استعملوا الزبده ديال التوراق، يعني خاصه بالتوراق. هذا راه ما نرصو بالدقيق ما حتى حاجه، اي مول عندكم استعملوه ماشي ضروري يكون بحال هذا. الان ناخذوا زيت الحلواني ديالنا وغنعمروه
بقاو معايا. من بعد ما سالينا الخريط ديالنا غناخدو لابوس ديالنا اجاب حيواني ولا ندوي سامبل او مسنن لي موجود عندنا، ثم نعمرو ليمون ديالنا ولكن ما نعمروش بزاف، اي شويه كيما هاك. كما تشوفوا لان مازال غيتزاد الحجم ديالهم، ثم نخليهم بلاصه دافئه باش يخمروا مزيان. يمكننا نعمرهم بملعقه الا بغينا نستعملو ملعقه الا ما عندناش هاد لابوشاده، كما قلنا نعمرهم غير شويه لان مازال غيتزاد الحجم ديالهم، يعني غنخليهم بلاصة دافئة باش يخمرو، ودرجة الحرارة باش نطيبوه تقريبا 180 درجة 170، الفران يكون سخون. هاد الكمية هادي راه تتعطينا 10 ديال الحبات من الحجم المتوسط، هانتوما تتشوفو أنا حصلت على 10 ديال الحبات تقريبا. القطر ديال هاد المول هذا اللي استعملت تقريبا 4 سنتيم في القطر ديالو كما تتشوفو. نحركو البطية كيما باش يجيو مقادين، ولكن مع الخميرة غيجيو مقادين. غنضيفو شوية لهاد المول هذا ولكن غير منعمروش بزاف، يعني غير شوية كيما قلنا نخليهم بلاصة دافئة حتى تيضعف الحجم ديالهم. والفران ديالنا دائما نشعلو الفران ديالنا قبل ما ندخلو أي وصفة، 170 180، بقاو معايا. الان انا نمشيو نحضروا السيرو فاش نسقيو هاد الحلوه البابا ديالنا اللي كما تشوفوا. السيرو غنحتاجو رقص البرتقال او السيترون، يعني حامضه وحده او ليمونه وحده، يعني برتقاله وحده. عندي هنا كاس عنبه ما كاملش ديال السكر حبوب، ثم جوج كيسان عنبه ديال الماء. تنعملوا هاد المقادير هادو فوق النار تقريبا 10 دقائق حتى تيتغير اللون ديال الماء، يعني تيولي اصفر اللون. هانتوما غتشوفوا النتيجه. كما قلنا جوج كيسان ديال العنبه، تنعملوا هاد المقادير هادو فوق النار لمده 10 دقائق حتى يتغير لون الماء. بقاو معايا. الان هذه هي الخميره النهائيه ديال الحلوه ديال بابا ديالنا كما تشوفوا. ما نخليوش يخمر بزاف، يعني غير نشوفوا العجينه طلعت، يعني تقدت مع الاطار ديال المول، راه مازال غيتزاد الحجم ديالو مع الحراره كما قلنا 170 180. انا سخنت البران ديالي ديجا حتى حصلت على الحراره المطلوبه، يعني 170 180 كما تتشوفوا، ولكن غير بشويه علينا ملي غنحطوه في البلاطه لان العجينه خفيفه، بحال غنحضروا الكيك بحال غنحضروا البريوش بالعجينه السايله. بزاف ديال المتندين كيسمعوا بالحلوه ديال بابا تيصحابوا مع شي حاجه، شي صاروخ ولا شي لعبه، راه ما كاينه حتى حاجه غير الدقيق والبيض والزبده. خلطي وعمري وزجي الوليدات، بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه. النتيجه راه تجي رائعه جدا كما قلنا، راه مازال غيتزاد الحجم ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. النتيجه ديال الحلوه ديال بابا ديالنا كما تتشوفوا انتم، راه تزاد الحجم ديالها كما تتشوفوا، راه ما تلصقنا حتى حاجه. نتيجه نخليو الحلوه ديالنا تتبرد مزيان ونحيدوها كما تشوفوا. كما قلنا راه ما تلصقنا حتى حاجه. السيرو ديالي راه وجدتو، في حاله بغيتو كميه كثيره ديال السيرو نعملو 3 الكيسان ديال الماء وكاس ونصف علبه ديال السكر كما تشوفوا. الشكل ديالو واللون ديالو تيجي رائع. عاد غنزينوه كريم باتيسري، يمكننا نزينوه كريم فرنسي، يمكننا نزينوه كريم ديال الزبده، يعني كريم اوبور كما تشوفوا. كما قلنا السيرو راه موجود، تناخدو تنغطسو في هاد السيرو ديالنا كما تشوفوا بحال هاد الشكل هذا، تنخليوه تقريبا واحد القسمين من جي جوي، يعني نخليه واحد القسمين كيما بهاد الطريقة هادي باش يشرب السيرو مزيان. أنا نوريكم غير الطريقة، ولكن نخليه واحد 10 دقايق باش يشرب هاد السيرو هذا، وبالأخص هاد السيرو هذا اللي عملنا فيه قشور ديال البرتقال، يمكننا نعملو قشور ديال السيترون. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. كيما قلنا نغطسو في هاد السيرو هذا، نخليوه تقريبا واحد 10 دقائق، عرفتي واحد المذاق فيه رائع جدا كما تشوفوا. الطريقه راه سهله، حتى
ثم ناخذ كريم باتيسري كما قلنا او كريم ديال الزبده او كريم كريش بالطريقه هذه، نعملو على سكر وريده كما تشوفوا بحال هذا الشكل هذا، اللي مزيد عندكم يا كريم باتيسري يا كريم فريش يا كريم اوفور. انا غنستعمل الفواكه الجافه من الفوق يعني السوريج اخضر او احمر اللي مزيد عندكم، بغيت تخلوه السامبل عادي يعني عادي ما ديروا ليه حتى حاجه، انا غنستعمل لكم السوريج باش نكمل التزيين ديالو. ولكن المذاق ديالو رائع، مقادير بسيطه وبكميه وفيره وناجح 100% من اول تجربه، راه ينجح لك. شتي الشكل ديالو، شتي الشكل ديالو، يعني راه كيشهي. بالنسبه للتزيين حسب الرغبه اللي عندكم، اللي موجود عندكم غتزينوا حسب الرغبه، ولكن راه كيشهي رائع جدا الشكل ديالو المذاق ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. طريقة باش نعملوا الصورة المصغرة ديالنا للفيديو، أي فيديو نصرناه وبغينا نعملوا الصورة المصغرة، لأن الصورة المصغرة هي أهم حاجة باش يجي تجيب المشاهدة. تندخلوا للاستوديو منشي المحتوى كما تتشوفوا، إما غنمشيو للفيديو ديالنا كما تتشوفوا أو نمشيو لهاد الشراطي هادو اللي الفوق، تنضغطوا على دوك ثلاثة الشراطي اللي الفوق ثم تنضغطوا على لي فيديو. الان اي فيديو بغينا نبدلو ليه الصوره المصغره نضغطوا عليه. انا غنضغط على هذا الفيديو اللي نشرت ديال كيك الطاجين بالدقيق الكامل، تنضغطوا عليه. انا ديجا بدلت الصوره المصغره ولكن انا غنوريكم غير الطريقه. تنضغطوا على هذا القلم هذا اللي الفوق ثم تيعطينا القلم الثاني اللي على اليسار، تنضغطوا عليه ثم تعطينا هاد الضيطي هذا ديال الفيديو، ثم تنضغطوا على موديتي يعني هاد البلاصه هذه الاولى كما تتشوفوا، غيعطينا البلايص اللي عندنا فيه تصور التليفون في الهاتف. ولكن قبل ما نديروا هاد العمليه هذه خصنا ناخذوا الصوره زوينه اللي غنحطوا فوق الفيديو. انا غنحط هذه ديجا حطيتها فوق، انتم تتشوفوا الصورة دابا عملتها فوق الفيديو، ثم تندير سيليكسيوني ثم نزيد ندير اون ريجيستر. دابا الصورة ديالنا راه هي دخلت الفيديو صافي، تندير روتور صافي تنرجع. الان دخلنا الصورة المصغرة، راه الطريقة سهلة، اي واحد يمكن له يدخل هاد الصورة هادي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هذا.